مش يحسبوا بالآلة حسب. إذا نبدأ نقرأ التمرين. طبعا دائما لما نقرأ التمرين قبل ما نقرأ التمرين استحضرت العلاقات راجع لكم هنا. في نفس الوقت التمرين مش حستخرج منه، حستخرج منه معطيات وراح يجاوب على أسئلة انطلاقا من العلاقات اللي نبدأ الآن في الوقت. نبدأ نقرأ التمرين. يبين البيان التالي تغيرات درجة الحرارة بدلالة الزمن عند تسخين 1 كيلوغرام من مادة. 1 كيلوغرام من مادة واش معناها؟ واش عطاني هنا؟ عطاني كتلة. إذا كتلة هذه المادة ان تساوي 1 كيلوغرام. في حالتها الصلبة، اسمعوني الآن هنا المادة هذه بدينا نسخنوها وهي في الحالة الصلبة. ابتداء الدرجة صفر درجة مئوية، إذا نقدر نقولوا تيتا إنيسيال الأولى خلينا نسميوها تيتا صفر تساوي صفر درجة مئوية بواسطة مصدر حراري استطاعته، احنا ما عطانيش تحويلات حرارية وكانوا قاعد يتكلم لي على التحويلات الحرارية بطريقة غير مباشرة. بواسطة مصدر حراري استطاعته بي تساوي 400 واط، وطبعا الواط هو الجول على الثانية، إلى أن يتم تحويلها إلى بخار. يعني في التمرين هذا واش كاين؟ عندي مادة في الحالة الصلبة درجة حرارتها صفر، نسخنها بواسطة موقد ولا أي جهاز استطاعته بي تساوي 400 درجة. كي نمد وأنا نسخن واش حيصرى؟ تتغير درجة الحرارة، ترتفع درجة الحرارة من الصفر إلى اللانهاية أم لا؟ إلى اللانهاية. ترتفع درجة الحرارة ديما. تتوصل مرحلة معينة تبدأ بالذوبان، كي تكمل الذوبان الطاقة هذيك واش دير بها؟ تزيد ترتفع درجة الحرارة ثم تصل إلى قيمة قصوى، ثم الآن يبدأ التبخر ومن بعد تزيد ترتفع درجة الحرارة تحل الدنيا. إذا هاو المنحنى المرافق. إذا السؤال تاعو الأول، ما هي حالة هذه المادة في الفترات A B C D E؟ طبعا هذا المنحنى واش قاعد يمثل؟ مخطط. يمثل طيطة بوحدة درجة مئوية، وهنا تي بالمليمتر، تبعوا معايا تي بالمليمتر. في اللحظة تي تساوي الصفر، كم درجة حرارة هذه المادة؟ صفر. مع مرور الزمن باستعمال هذا الموقد قاعدة ترتفع درجة الحرارة. كي نسخنوا 100 تنتهي الفترة A، ومن بعد ندخل في B في C في D إلى B. ما هي حالة المادة في الفترات هذه؟ في الفترة A صلبة، لأني علاه؟ بديتها بالصلبة، بديتها بالصلبة، وكل ما نمد الحرارة كل ما ترتفع، كل ما نمد الطاقة كل ما ترتفع درجة الحرارة. إذا الفترة الأولى الحالة صلبة. الحالة صلبة. كي نوصل للفترة B، شوفوا معايا، اللي قاعد نسخن ودرجة الحرارة ثابتة، واش معناها؟ أو قاعد يغير من الحالة الفيزيائية نتاعو، هكا نفهم، أنا نمد له في الطاقة ودرجة الحرارة لا تتغير. معناها وين قاعد يدي في الطاقة هذيك؟ يكسر الروابط، هذا يعني أنه يغير في الحالة الفيزيائية، كان صلب وين يروح؟ سائل. إذا هنا الفترة B مرحلة واش نقولوا؟ ذوبان ولا انصهار. لاحظ هنا تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع، واش معناها؟ يعني يكمل الحالة الذوبان نتاعو، كي يكمل الذوبان أصبح في الحالة السائلة. إذا الفترة بين الحالة السائلة. في الفترة دي لاحظوا أنه نعطيه في الحرارة ولكن درجة الحرارة ثابتة، نعطيه في الطاقة درجة الحرارة ثابتة. إذا راح قاعد يغير في الحالة الفيزيائية، إذا هنا مرحلة التبخر. ثم بعد انتهاء فترة التبخر يمتص طاقة، إذا يكتسب طاقة من الوسط الخارجي لترتفع درجة الحرارة فيه. إذا هنا الفترة حالة غازية. حالة غازية. ولو كان ما عطانيش المعلومة الابتدائية أنه في حالة صلبة ما نقدرش نعرف هذا التطور. يعني مليح أنه عطاني الحالة الابتدائية باه نلاحظ أن هذا التطور. السؤال اثنين، طبعا هذه أسئلة وكأنه نظرية فقط. ما هي درجة حرارة انصهار المادة؟ هاو تكلمنا عن المرحلة A، ماذا يحدث فيها؟ يحدث فيها زيادة درجة حرارة الجسم الصلب إلى أن يبدأ بالانصهار أو بالذوبان. قد درجة الحرارة الموافقة؟ إذا لاحظوا ثلاث تدريجات، كل تدريجة ب 20 درجة مئوية، هذا يعني 60 درجة مئوية.
إذن درجة حرارة الانصهار هي 60 درجة مئوية. ثم الآن هنا الذات حالة سائلة ترتفع درجة حرارة. ما هي درجة حرارة؟ كي نقول غليان هي التبخر نفسها، يعني الماء كدا الماء 100 يبدا يغلي ويبدا يتوخر. اذا في هذه الحالة الجسم هذا او المادة هذه درجة حرارة غليان ما هي؟ 1 2 3 4 5 6 6 في 20 هي 120. اذا 120 هي درجة حرارة الغليان، 120 درجة مئوية. هذه بسيطة نظن جاوبت عليها. ثلاثة، ماذا تلاحظ فيما يخص درجة الحرارة بين الفترتين بي و دي؟ هذه بي و دي، مش تلاحظ درجة الحرارة؟ ثابتة. ثابتة. إذا هنا نلاحظ أن درجة الحرارة ثابتة. بصح نزيد هنا. إذا هنا ماذا نستنشق؟ باش نقول المادة المادة كي نعطيها طاقة وما تتغيرش درجة الحرارة تاعها مثلا واش؟ إذا فهي في حالة تغيير حالة فيزيائية، ما يهمنيش أنا. مادة في حالة تغيير حالة فيزيائية. تغير من حالتها، المادة تغير من حالتها الفيزيائية. يعني في الفترة بي ذوبان والفترة دي تبخر. إذا السؤال أربعة، اعتمادا على هنا راح نبدأ بالحسابات. اعتمادا على البيان أوجد السعة الحرارية الكتلية للمادة في حالة الصلبة. القانون كي تساوي إف سي في الفترة جيد. إذا في الفترة أ، معلومات اللي عندي أنا في الفترة أ، درجة الحرارة تتغير أم لا؟ تتغير بحيث تيتا إنيسيال كيف تساوي؟ صفر درجة مئوية. تيتا فينال تساوي 60 درجة مئوية. استطعت تحويل بي تساوي 400 واط. يعني الطاقة المحولة في هذه الفترة ماذا تساوي؟ تساوي بي في دلتا تي. خلينا نديرها بطريقة أخرى. المهم لدينا بي تساوي كيو على دلتا تي، جسم قاعد يكتسب في طاقة. هذا يعني انه كيو تساوي بي في دلتا تي. هذه من جهة. من جهة اخرى لدينا عبارة التحويل الحراري كيو تساوي ان في سي في دلتا تيتا. تعرفوا دلتا تيتا واش هي؟ هي دلتا فينا ناقص تيتا اكس. انا نحوس على هذه سي اس. اذا واش ندير سي اس؟ سي اس تساوي اذا نقسم طرفين معادله على ان في دلتا تي. هذا يعني انه سي اس ماذا تساوي؟ تساوي كيو على ان في دلتا تي. هكا دلتا تي هي تيتا فينال ناقص تيتا انيسيال. هذه العلاقه الحوسيه. شوفوا لاحظوا معايا، ما نديرش تطبيقات عدديه، ما نحسبش هذه وحدها وهذه وحدها ومن بعد نستعمل الارقام. هنا احتمال الخطا يكون كبير كي تستعملوا الارقام، اما هكا ندير تطبيق عددي مره واحده. اذا نلقى سي اس تساوي كي، ما هي؟ قلنا بي دلتا تي. هذه تساوي بي دلتا تي على ان في تيتا فينال ناقص تيتا انيسيال. اذا بي هي 400 في دلتا تي كم؟ واحد مينيت. انا لازم في السكون احسنت في 60 على ان هي 1 كيلوغرام في تيتا فينال 60 ناقص تيتا انيسيال هي 0. لاحظوا 60 على 60 واحد تبقى 400. تستعملوا الآلة الحاسبة ولا لا؟ هنا سي اس تساوي 400 واش هي الوحدة هنا؟ جول كيلوغرام في كيلوغرام. ممتاز. كيلوغرام هنا أو فرق درجة الحرارة أو الكلفن
ونفرض بالكربون. قلت لكم في الفيزياء احنا نستعملوا غير الكربون، ما نستعملوش درجه حراره مئويه. اما اللي بس نحط احنا هنا انه دلتا تي بالكربون، سواء بالكربون درجه حراره بالمئويه يكون نفس الشيء. اذا هنا خلينا نكتبوا بالدلتا كذا. واضح؟ واضح؟ شكون يلقى النتيجه هذه؟ انا برك. مليح. الان السؤال الثاني، احسب السعه الحراريه الكتليه للماده في الحاله السائله. الحاله السائله واش من الفتره؟ الفتره الصيف. الفتره الصيف باتباع نفس الخطا، تاتا انيسيال في الفتره الصيف كم تساوي، تاتا فينا كم تساوي، وكو كم تساوي. اذا تاتا انيسيال عطيني بالذات 60 60 درجة مئوية، تاتا فينال 120 درجة مئوية، كو ها قلنا تساوي بي في دلتا تي، دلتا تي في الفترة هذي قداه؟ وحدة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إذا عندنا أربع تدريجات، كل تدريجة بواحد دقيقة. معناها أربع دقائق. إذا نروح للعلاقة هذي، كو مقدار التحويل الحراري في الفترة السائلة، اللي نسميها كو واحد هنا. هذه سميوها كيف هي؟ تساوي طبعا ام في سي، وش من سي اللي راح نهزها؟ سي ليكيد هنا في الحالة السائلة، السي اس في دلتا تيتا اللي هي تيتا فينال ناقص تيتا انيسيال. هذا يعني انه سي او ماذا تساوي؟ تساوي كيو اثنين على ام في تيتا فينال ناقص تيتا انيسيال. وكي هذه هي قلنا بي في دلتا تي، إذن على ان في تيتا فينال ناقص تيتا انيسيال. الان تطبيق هذه، اذا ومنه سي او تساوي بي كتاب 400 في دلتا تي كتاش 4 في 60. فاهمين على ظرف 60 لازم نحولي للثانيه، على ان كم؟ واحد كيلوغرام مضروبة في تيتا فينال اللي هي 120 ناقص 60. 120 ناقص 60 تعطيني 60، 60 تروح مع 60، 400 في الربعة 1060. هذا يعني أنه سي ال تساوي 1600 كيلوغرام في الطن، وفي بعض الحالات يعتبر درجة مئوية. واضح ولا مش واضح؟ تفضل. الان السعه الكتليه للانصهار الان صحيح ثم 60 مضروبش مع ناقص 60، فوق هذا وتحت هنا هي بس 20 ناقص 60 كم تساوي؟ 60 60 على 60 تفضل. عم تحسبي خير من الشيخ. اذا كنت السعه الكتليه للانصهار الان واش راح ندير؟ انصهار وين راح فتره الانصهار؟ الفتره بي هذه فترة بي سخناها قدام مدة واحد دقيقة. إذا مقدار التحويل الحراري هنا درجة الحرارة حتكون ثابتة، وعندنا مقدار التحويل الحراري كيو خلينا نسميوه كيو ثلاثة. ماذا يساوي؟ يساوي ان في ان تاع الانصهار. معناها ان تاع الانصهار كم تساوي؟ أحسنتي، كيو ثلاثة على ان، وكيو ثلاثة هي بي في دلتا تي، إذا تساوي بي في دلتا، دلتا تي هنا مختلفة طبعا على ان. تطبيق عددي راح نكملها في سطر واحد. بي قلنا 400 الفترة كاملة تاع الانصهار عندي تدريجة واحدة، يعني واحد واحد دقيقة في 60، واحد في 60 على الكتلة اللي هي واحد فقط. 4 في 6 2400 راح تعطيني 2400. ان اف تساوي 2400 جول على كيلوغرام في 24000. 24000 83 اصفار اه غلط الشيخ غلط فيك لا صفر في الامتحان لا تحكموني تحكموني على بالي بها ما تقولوش للناس السعر السعر الحراري ديالنا يغلط الشيخ يخلص والله ينشر يروحوا في النهار السعة الحرارية للتبخر الآن.
واش ندير؟ نفس الشيء عندنا كيو 4 في حالة التبخر، وين راح تمر حالة التبخر هنا؟ هذه دي، ديك دي استغرقت. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، أربع دقائق. إذا راح نستعمل العلاقة تاع التحويل الحراري الخاص بتحويل تغيير الحالة الفيزيائية. إذا تساوي ام في ال في. هذا هو الحوس هنا، حوس على ال في. هذا يعني أنه ال في تساوي كيو 4 على ام، وكيو 4 هي الاستطاعة في المدة الزمنية اللازمة لهذا الذوبان. هنا ام، إذا تثبت عددي بي تساوي 400. في دلتا تكدا هنا 4 في 60. هنا ام هي 1. 96. إذا 96 نكتبها بطريقة وقولوا لي صحيحة ولا لا. إذا ال في تساوي 96. 96. 96. واش معناها؟ واش كيلو واش كتبتها؟ كيلو جول. في بلاصة الألف كتبت كيلو جول. من واحد كيلو جول. من واحد كيلو جول هو 10 قوة 3 جول. فقط ملاحظة فقط، كتعود الجي هذه هي تاع الطاقة. وعندنا الجي هذه نديروها للجول اليوم، يعني اصطلاح الشرق اليوم. ثم ديما ديروا الجي. والاستطاعة طبعا وحدتها الواط. حيث واحد واط ما هو؟ هو واحد جول على واحد سكوند. هذا يجبرني اني كي نحب نحسب الطاقه لازم ندير الاستطاعه بالواط ولا الزمن الثاني، وكنديروها بدقيقه حنا. واضح؟ اذا هكا كملنا هذا التمرين. نفسه يعني كما التمرين السابق، فقط هنا عطاني حوست على السعات الحراريه الكتليه والسعات الحراريه. نعم؟ انتم اللي تفهموا 16.